أنا عمرو مصطفى شهاب، كنت مذيع في الإذاعة المصرية من 2010 وحتى 2014. هنا القاهرة، إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. ومن 2014 أنا مذيع في التلفزيون المصري القناة الأولى. شاركت في تقديم العديد من البرامج التلفزيونية، برنامج نهر الحياة. قررنا ننزل لكل الحالات في منازلهم علشان نشوف الحالة على أصلها، نشوف ونتابع المأساة من بدايتها لنهايتها. فيها حاجة حلوة، كلمة بنسمعها أو كلمة بنقولها دايما كل ما بنسمع حاجة حلوة عن مصر. النهاردة احنا قدام أحلى حاجة حلوة قابلناها، احنا النهاردة في العاصمة الإدارية الجديدة. برنامج مزيكا وبس. أهلا بكل اللي بيشوفونا وحلقة جديدة مع أجمد مزيكا وأجمل مطربين وأجمل أغاني معنا وبس في مزيكا وبس. كل ده وأكتر هنشوفه لكن بعد الغنوة دي. مساء الفل والورد والياسمين على أحلى شباب شباب مصر الرياضيين، وحلقة جديدة من بانوراما الشباب. ومساء الفل على كل مشجع وكل الجماهير اللي وحشنا وجودها جوه المدرجات. كل اللي بيشجع كورة وكل اللي بيشوف كورة عارف إن الملعب ملوش لون ولا طعم من غير الجمهور. برنامج مصر بكرة. عاوز تشارك بلدك في حل مشكلة محو الأمية؟ فاتك قطر التعليم وعاوز تتعلم وتمحو أميتك علشان خاطر تلاقي فرصة عمل تانية؟ عندك مكان وحابب انك تشارك بيه في فصول محو الأمية؟ علشان نجاوب على كل الأسئلة دي تابع حلقتنا النهاردة من مصر. برنامج شوف الخبر اتش دي. وكده مشاهدينا خلصت اخبارنا النهارده، نتمنى تكون عجبتكم، وبكره ان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده من شوف الخبر اتش دي. لكم تحيات فريق العمل وتحياتي عمرو شهاب. برنامج كلام من القلب. ضيفتنا النهارده واحده من اصحاب القلوب العامره والمليئه بالخير، هي الحاجه ياسمين الحصري او ياسمين الخيام. اهلا بحضرتك ومشاهديك وبمسبيرو وبوطننا الطيب. شاركت في تقديم العديد من البرامج التلفزيونية. وانضميت في 2019 لأسرة البرامج الدينية، وقدمت صلاة الجمعة على الهوى مباشرة. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكمان انضميت في 2020 لقناة النيل الأخبار. يواصل المصريون في مختلف محافظات الجمهورية الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، وشاركت فيها في تغطية انتخابات مجلس الشيوخ 2020. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الإخبارية الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ. قمت بتقديم نشرة أخبار الاقتصاد بنشرة الثامنة بالتلفزيون المصري. تباينت مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم وسط عمليات شراء من جانب المؤسسات الأجنبية والمستثمرين العرب. وشاركت برضو في أسرة مذيعين راديو مصر من سنة 2019 وحتى الآن. في هذه النشرة، مجلس الوزراء يعلن بدء التشغيل الفعلي لخط الربط الكهربائي بين مصر والسودان. في قلب الحدث. شاركت في تقديم مسابقة إبداع الموسم الخامس والسادس بوزارة الشباب والرياضة. مشاهدينا الأعزاء، جمهورنا الكريم، أهلا وسهلا بكم في يوم جديد من أيام شباب جمهورية مصر العربية، مسابقة إبداع خمسة، ولسه الإبداع مستمر. أكثر من 110 جامعة بإجمالي 4300 طالب وطالبة بيتنافسوا على جوائز قيمتها 2 مليون جنيه. الدورات التدريبية، التدريب على المراسل في إذاعة بي بي سي البريطانية، دورة تدريبية في الإعداد والتقديم بكلية الإعلام جامعة القاهرة، ودورة في المصطلحات الإعلامية باللغة الإنجليزية، الدورة التدريبية في اللغة الإنجليزية جميع المستويات بمعهد الإذاعة والتلفزيون، الدورة التدريبية في اللغة العربية والإلقاء أربع مستويات، دبلوم الدراسات العليا قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والتقدير كان جيد جدا. أتمنى أني أكون قدرت أعبر عن شخصيتي ولو حتى بجزء بسيط من أعمالي.